السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحليوة سهلة بدون فرن، زوينة بزاف، كتجي معلكة. ونعطي لكم جوج اشكال ديال الزين، يعني تقدروا ديروها في المول ديال سيليكون، وتقدروا يعني غير تكوروها وديروها في الكيسات، هي كتجي زوينة بزاف. هنا في المكونات كما شفتوا عندي هنا 80 غرام ديال الكوك اللي كطحنوا شوية الا كان عندكم يعني خشين، وعندي 200 غرام ديال الكاوكاو طحنتو، ولكن طحنتو طحنه وحده، يعني ما نيلتوش، ما خليتش ديك الزبده تخرج فيه، يعني خليته شي شويه مهرمش. عندي هنا واحد شويه ديال اللوز كونكاسي محمر، هذا غنخليه للزين. عندي 80 غرام ديال الشوكولاته، انا استعملت هنا اللي بالحليب، تقدروا ديروا اي شوكولاته عندكم. وغنحتاج واحد جوج معالق كبار ديال العسل. كما شفتوا البنات هنا راه ما غنستعملش الحليب المركز المحلى او كراميل، ما غاديش نستعملو نهائيا. فالتكلفه ديالو بعض الاخوات ما تيفضلوش، يعني كيجيهم يعني كياخذوا واحد العلبه كيستعملوا منها واحد شويه كتبقى يعني غير شيطه. فلا استعملت اليوم العسل مع الشكر، كيعطي تقريبا نفس التعليقه. كما شفتوا البنات خديت واحد الكاسرونه درت فيها جوج معالق كبار ديال العسل اللي كنسخنوا في الفران، وغادي ندير فوق منه هاد القطع ديال الشكلاط باش كيذوب معاه. بغيتو تذوبوا كل حاجه بوحدها، يعني غادي تذوبوا الشكلاط بوحدو اللي بغيتو. فانا غادي نسخن الشكلاط غير في العسل. تقدروا تستعملوا الشكلاط العادي يعني الاسود، انا كيعجبني هذا بالحليب كيعطي بحال المذاق ديال يعني ديال نسلي. فانتوما ديروا اللي عندكم متوفر، حتى البيض راه كيجي مزيان. ولا درتو البيض ديروا واحد شويه ديال الكاكاو او شويه ديال الشوكولاته الخاصه يعني بالحليب اللي كنديروا مع الحليب ديك الحلوه. هانتوما كما شفتوا الشكلاط من بعد ما تخلط مع العسل كيفاش كيولي. صافي غناخذ واحد اناء غنوضع فيه هاد الكاكاو، كما شفتوني راني خليت شي حاجه فيها حرشه، والكوك طحنتو شويه، كان عندي شويه غليظ. يعني ما بغيتوش ديروا الكوك غديروا 300 غرام ديال الكاكاو كامله. المهم انا درت 200 غرام ديال الكاكاو ودرت 80 غرام ديال الكوك، وغنبدا نضيف داك الشوكولا. الا خصني شي حاجه اللي سائله غنزيد غير واحد معلقه ديال العسل ديك الساعه غير من القرا. صافي غادي نخلط بهاد الشكلاط هذا اللي فيه العسل. دابا حيت مازال شويه سخون درت المغرفه، انا غادي نخدم بيدي. كما شفتوا البنات مازال خاصني واحد شويه شي حاجه باش تجمع لي، يا اما كتزيدوا من الشكلاط والعسل او كتزيدوا غير واحد المعلقه ديال العسل صافي وكتجمعوها. صافي البنات كما شفتوا زدت غير واحد المعلقه كبيره ديال العسل، هي اللي زدت يعني في المجموع غديروا ثلاثه ديال المعالق، كتبقى على حسب داك الكوك واش عندكم ميدم ولا يعني ناشف بزاف. دابا غادي ناخذ منها واحد الكويورات بهذا الحجم هذا، وكندوزو في هذا اللوز. هادو بالنسبه للناس اللي ما باغاش دير هكا الشكلاط في الوجه مع الحراره، صافي غير كتضغطوا عليها هكا مزيان غير الوجه ديالها، وكتوضعوها في لي كيسات هكا في النواغ ولا في البيض، كتجي بهذا الشكل. انا غادي من بعد غادي نوريكم الشكل اللي غندير في المولد سيليكون. الا ما بغاتش مثلا يعني تلصق لكم، دير واحد شويه ديال المزهر في يدكم وعاد كورو، وما هو راه كيلصق تيكون فيه العسل يعني راه كيلصق. دابا درت واحد شويه ديال الشوكولاته السوداء كتذوب، باش غنوريكم الشكل الثاني اللي كندير في المول ديال السيليكون. اي مول عندكم بالنسبه للاقتراح الثاني البنات، كما شفتوا خديت شويه ديال الشوكولاته السوداء ذوبتها ودرتها في القاع هكا ديال هذا المول ديال السيليكون. اختاروا نتوما الشكل اللي بغيتو، خديت انا على شكل عوينه هكا. غادي ندير غير لتحت اللي درت شويه ديال الشكلاط غندخلو المجمد، وديك الساعه فاش كيشد راسو كندير فوق منه شويه من ديك العقده اللي صوبنا. صافي البنات من بعد ما برد داك الشوكولا غادي ندير هكا واحد حريبلات صغار اللي غادي نديرهم فوق من الشكلاط، هما اصلا فيهم العسل راه كيجي لاصق. كما شفتوا غنمشي بنفس الطريقه، اي مولد سيليكون عندكم غديروه، غير بالنسبه للاخوات اللي ما كيفضلوش الشكلاط هكا دابا في الوجه على حساب الحراره
وريتكم الاقتراح الاول اللي تقدروا ديروا يعني اي حاجه، تقدروا ديروا فيرميسيت الشكلاط باش تلويو يعني تفندوه فيه، تقدروا ديروا الكوك، وتقدروا ديروا هكا المكسرات مهرمشه او شويه ديال الفيوتي اللي عندكم، راه غادي تغطوا به الوجه ديال دوك يعني دوك الكويرات. صافي البنات غنستمر بنفس الطريقه، وغادي ندخلوا للثلاجه يشد راسو مزيان، وديك الساعه غنرجع معكم باش نفكوه ونوريكم ان شاء الله الاشكال النهائيه. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد التشكيلات بجوج كما شفتوا، هذه اللي درنا في السيليكون، والاخرى اللي يعني كتكوروها وديروها في اي حاجه بغيتو، يعني راه كتجي زوينه بزاف ولذيذه، والمكونات اللي قلت لكم يعني المقادير ديالها راه مضبوطه. بالنسبه للكوك البنات ضروري طحنوه شي شويه باش ما يجيكمش هكا كتحسوا به ملي كتكونوا كتعضوه، وفي نفس الوقت تقدروا تحمروه، اللي كيبغي الكوك محمر يحمروه في المقله، انا ما كيعجبنيش محمر فخليته كما هو. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم ونشوفكم فيديو جديده. عيد مبارك سعيد، بسلام عليكم.